نعم، المعلوم أن هناك عدة قواعد عراقية تتواجد فيها قوات أمريكية تحت عنوان التحالف الدولي. ربما لم يسجل حتى الآن أن إسقاط مسيرات أو صواريخ إيرانية عبر هذه المسيرات الأمريكية، لكن ربما يظهر بعد قليل أو بعد دقائق ربما تظهر أنباء بهذا الشأن، خاصة أن الطيران الأمريكي المسير كثف تحليقه في الأجواء العراقية. أيضا قبل تحليق هذا الطيران رصدت أيضا رشقة ثانية من الصواريخ البالستية الإيرانية فوق الأجواء العراقية. بات مشهد صوت يعني تصوير الصواريخ العراقية وكذلك عفوا الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية مشهد مألوف فوق السماء العراقية، مع استمرار تدفق الطائرات المسيرة وأيضا الصواريخ فوق الأجواء العراقية قادمة من إيران. أيضا لحد الآن لم تتبنى أي فصيل عراقي حتى الآن إطلاق طائرات مسيرة من الأراضي العراقية صوب الأراضي الإسرائيلية، لكن بالمقابل هناك حديث عن هجمات سبرانية لفريق يدعى فريق فاطميون، وهو فريق يتكون من هاكرز عراقيين أيضا إيرانيين لاستهداف أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية زائدا الرادارات. كذلك قبل قليل صدر بيان من وزارة النقل العراقية بإيقاف رحلات الخطوط الجوية العراقية الناقل الرسمي العراقي إلى إشعار آخر. ربما يفسر هذا الإجراء بأن هناك إشعار ربما إيراني للحكومة العراقية بأن الهجمات ستطول، ربما لن تتوقف، وهذا ما دعا وزارة النقل العراقية إلى أن تعلن للمسافرين ومن حجزوا رحلات عبر الخطوط الجوية العراقية إيقاف الرحلات إلى إشعار آخر. أيضا مصادر خاصة عراقية أبلغت العربي باحتمالية تمديد قرار وقف الرحلات وإغلاق الأجواء العراقية لما بعد الساعة 5:30 فجرا، وهو وفق إعلان سابق كان وزارة النقل أن الإغلاق سيستمر حتى 5:30. هناك معلومات وردتنا باحتمالية أن يمدد هذا القرار وحتى إشعارا آخر. نعم، شكرا لك حسام. الآن